طيب يكون معنا عبر الهاتف مشاهد الكرام المقدم فرج غليص وهو الضابط في العمليات المشتركة في المنطقة العسكرية الخامسة. مرحبا سيادة المقدم، مساء الخير. مساء الخير سيادة المقدم. أهلا مساء النور يا مرحبا. أهلا وسهلا فيك. الميليشيا الانقلابية وبعض الإعلاميين يعني الواقفين في منطقة رمادية أو كما يعني نتابع يتحدثون عن الجيش الوطني أنكم فاجأتوهم في المنطقة العسكرية الخامسة، والسؤال هل انتهى الأمر وتعتبر حرض محررة من الميليشيا الانقلابية؟ عملياتنا مستمرة بالمنطقة العسكرية الخامسة ومعاركنا الآن بالأحياء الجنوبية والغربية لمدينة حرض. معركتنا مع الميليشيات كانت مفاجأة، نعم، ومباغتة تحقق فيها عنصر المفاجأة. نعم، أربكت حسابات الحوثيين، استنفرت جميع قواتها بالمحافظات اليمنية سواء كان بالحديدة بصعبة بعمران بحجة. نعم، سحبوا وصلتنا معلومات عن سحب عناصرها من بعض الجبهات في مأرب وشبوة لمواجهتنا بالمنطقة العسكرية الخامسة. معاركنا مستمرة معهم، ومدينة حرض ومحيطها لازالت المعارك على أشدها، لم ولن تنتهي معركتنا مع هذه الميليشيات إلا بتحرير محافظة حجة والوصول إلى صنعاء بإذن الله. طيب سيادة المقدم، أنتم بدأتم بالحصار يعني وأطلقتم يعني نداء لصوت العقل، يعني أنتم طلبتم من الميليشيا الانقلابية أن يعني تحقن الدم وأن تنسحب، لماذا مثلا في شبوة ولا في الحديدة ولا في مأرب لا تعطون فرصة يعني تنقضون بشكل مباشر، لكن أنتم رغم امتلاك القوة والقدرة والجاهزية أعطيتم فرصة كان هناك في حصار، يعني استخدام هذا الفن العسكري والقتالي لماذا في حرض؟ هي معركة والمعركة تحكم حكمها ولها حسابات عسكرية وسياسية، المعركة تأخذ وقتها. بالنسبة للمعارك الآن مستمرة، والفرق الهندسية مستمرة في تطهير الأحياء السكنية داخل مدينة حرض. ممتاز. معركتنا لم تتوقف بإذن الله. بإذن الله. طيب أنتم كيف تقرؤون الأهمية بالنسبة لمدينة حرض؟ يعني حرض القريبة من ميدي، القريبة من حجة، القريبة من معقل الميليشيا الانقلابية، المنفذ الحدودي، كيف تنظرون إلى أهميتها؟ لها أهمية كبيرة واستراتيجية وإعلامية لدى الحوثيين لا تقل أهميتها عن أي محافظة. أنا إن لم أكن مبالغ فمدينة حرض لا تقل أهمية عند الميليشيات من صنعاء. نعم. هذه المدينة السياحية والتجارية وثاني أكبر مدينة في محافظة حجة بعد مديرية عبس. نعم. طيب سيادة المقدم، يعني أنت أشرت في جزئية من حديثك ومن خلال الإعدادات نحن لاحظنا أنه فعلا الميليشيا الإنقلابية سحبت قوات من مأرب ومن صنعاء، وبالتالي هل نستطيع أن نقول أن يعني جزء من الأهداف من عملياتكم العسكرية قد تحقق هو تخفيف الضغط عن الجبهات الأخرى؟ صحيح، وهذا العنصر الأساسي كان لانطلاق عملياتنا وتخفيف الضغط على جبهات شبوة وألوية العمالقة وحفظهم الله وجبهة مأرب أيضا. حفظك الله سيادة المقدم. سؤال الأخير لك، يعني وأنتم أدرى بتفاصيل الأوضاع في حرض، هل تحتاج المدينة إلى وجود للمنظمات الإنسانية والإغاثة في هذه الأثناء؟ لا نحتاج لوجود المنظمات في هذه المدينة. المدينة أصبحت مدينة أشباح منذ إجلاء الميليشيات لسكان هذه المدينة منذ 6 سنوات، واستخدموا هذه المدينة لانطلاق عملياتهم الإرهابية ضد قواتنا بالمنطقة العسكرية الخامسة وضد أشقائنا في حالف. نعم. منطقة أو مدينة حج أو محافظة حجة أو عملياتنا بالمنطقة العسكرية الخامسة تعمل لها الميليشيات 1000 حساب. نعم. حيث أننا نملك منفذ بحري وهو ميناء ميدي، كانت الميليشيات تستخدم لتهريب الأسلحة كضعن الشريان. ممتاز. وعندما يكون لديكم منفذ بري ومنفذ بحري تكتمل عملية الإمداد.
صحيح أكبر منفذ بري أو ميناء بري بين الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية ومنفذ حرب. ممتاز جدا، وفقكم الله سيادة المقدم ونصركم الله، وأنتم يعني رفعتوا رؤوسنا، أسأل الله أن يحميكم وأن يوفقكم وبكم ينتصر اليمن واليمنيين بعد الله سبحانه وتعالى. شكرا لك المقدم فارق غليس الضابط في العمليات المشتركة في المنطقة العسكرية 5، شكرا جزيلا لك.